بيت القصيد بيت أبو فراس القصيد الحمداني. أيوة أبو فراس الحمداني. ونحن أناس. نعم، هذا شوف مثال للعقلية العربية المتطرفة. أبو فراس الحمداني يا أبو سعد من الناس اللي يمثلون العقلية العربية. هو طبعا تعرف خواله فرس، لا خواله روم وأصله عربي حمداني. فهو يقول طبعا مو هذا بيت القصيد بس أوريك، يقول من دهاء العرب وذكاءهم وخبثهم، يقول لئن خفت من أخوالي الروم مرة توجست من أعمامي العرب أربع مرات. يعني أنت مضروب في أربع، أنا بالنسبة لي واحد أوروبي ما أخاف منه زي ما أخاف منه، لأن العقلية العربية بما فيها من طبعا بيزعلون على القومين العرب، يقول لك أحمد يسب العرب، لا هذا فراس الحمداني مو أنا حسبه. فأبو فراس الحمداني بين العقلية العربية إيش قال؟ ونحن ناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، ما في يا صدر يا قبر، ما في توسط عندنا، وحنا نقول دين وسطية أو مدري وكذا، صحيح، بس هذه عقليات الشعراء عندنا، ونحن ناس لا توسط عندنا. لا بس ليش ما تنظر لها مثلا الشعر بيقول لك فأما حياة تسر الصديق وأما ما مات يغيظ العين. هذه حلول حدية، أنا ما أحب الحلول الحدية. يا أخي بين اللون الأبيض واللون الأسود أبو سعد ألاف الألوان، ليه تحشرون يا أبيض يا أسود؟ طيب رمادي. طيب يا رمادي، لون ذي الليل رمادي. لونها ما كان عادي. فاصل ونعود لكم بعد قليل.